السلام عليكم. شاهد ما فعلته هذه المرأة الظاهرة في الصورة، والشرطة تتمكن من القبض عليها، وهذه التفاصيل الكاملة تابعة الفيديو للأخير. تمكن أمن العاصمة ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية بسيدي محمد بالجزائر العاصمة من توقيف امرأة مشتبه فيها في قضية النصب والاحتيال، ويتعلق الأمر بالمدعوة بانون. كما توجهت مصالح أمن ولاية الجزائر بنداء لكل شخص يكون قد وقع ضحية لسلفة الذكر التقرب إلى مقر فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية سيدي محمد والكائن مقرها بشارع الأرجنتين بالجزائر الوسطى لتقييد شكوى والإدلاء بشهادة في قضية الحال.